خلود ذكرتي وسبق معنا في حلقة سابقة حكيت على الأقساط، سنمررها. الأقساط الدولة مطالبة بإرجاع تقريبا بمعدل كل شهر باش ترجع، يعني سندات دولية ولا يعني عندها ديون دولية. عمليا ماذا بوسع الدولة أن تفعل؟ عمليا احنا دخلنا تو في أفريل، وربما أنت سابقا قلتم بداية من مايو باش تسدد الدولة التونسية. إذا كان الآن بنك الدولي كما قلنا على خلفية تصريحات والمشكلة مع الأفارقة جنوب الصحراء وقف التعامل أو جمد التعامل والتعبير لرئيس الوزراء الإيطالية ميلوني، هي اللي قالت أن الصندوق البنك الدولي ليوقف المشاورات. تصريح سعيد واضح أنه على الأقل ما ثمش اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي. ما هو البديل العملي لهذه الحكومة؟ لا يوجد أي بديل عملي لهذه الحكومة، ولا يوجد أي نظرة أو خريطة طريق للحكومة التونسية. هي فقط ما نقوله طيارة بدون طيار، وقلتها سابقا اللي طيارة هذه قاعدة توا تمشي وتطير. إذا كان لم نتحصل على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وهذا فقط ماهوش كلامي أنا، هذا كلام وثلاث التصنيف الدولي، تونس ستتخلص عن سداد ديونها بداية من الثلاثية الثالثة سنة 2023. يعني هذايا التخلص الإفلاس السياسي، وخاصة أنه باش يتم مراجعة تصنيف تونس من عند وكالة التصنيف الدولي في شهر جوان. نعم. إذا كان تخلصنا على سداد أقساط اللي في الحلقة الفارقة نتاع الأسبوع القادم، مع الأسبوع الفارق أقساط الأقساط المطالبة بها تونس في سنة 2023 هو إعلان إفلاس من عند وكالة التصنيف الدولي، وبتكون النتيجة هي التمشي إلى الانهيار. هذه خريطة طريق نتاع تونس في الوقت الحالي في ظل غياب تمويلات. تونس مطالبة بتوفير موارد مالية من الخارج، يعني نقترضوا ناخذوا قرض باللغة العامية من عند الدول اللي ديما الخارج، ناخذوا من عنده 5 مليار دولار لي سداد قروضها ولتوفير نفقاتها الجارية. هذا بالنسبة لتونس، لا توجد لدينا خريطة طريق. إذا كان تونس عندها خريطة طريق من الأول، راهو في قانون مالية 2023 لم تعول على الاقتراض من عند الاقتراض الخارجي، ثم برشا قروض خارجية على أساس تونس أنها بتحصل عليها بعد ما بتحصل على اتفاق من عند صندوق النقد الدولي. نحن الا نعلم حتى قانون، اذا كان فما قانون ماليه تكميلي، اذا كان فما تمويلات باش تحصل عليها تونس، باش تخلص بين الاجور، باش تخلص نفقاتها الجاريه اللي هو من دعم ومن دعم المحروقات، من دعم المواد الغذائيه. لا نعلم انه تونس الفتره القادمه قادره حتى على توفير مواد غذائيه، نعرفوا حتى شيء. اذا استغيب الاقتراض الخارجي، وراني نقول باش يقولوا هي حتى تحب على الاقتراض الخارجي، هذا موجود في قانون المالية 2023 تنجموا تطبقوا تقرير اللي هبطنا في وزارة المالية. نعم. تعويل على الاقتراض الخارجي، وفما خدمات بين مش ندفعوهم، ما عندناش فلوس، دونك سنتخلف عن سداد ديونيا بداية من الثلاثية الثالثة اللي هو شهر جوان وجويليا وأول. أريد أن أفهم، وإن شاء الله يفهم معي السادة المشاهدون والمستمعون. قلتي انه سياسه الاقتراض من البنوك، الاقتراض الداخلي راهي محدوده. بمعنى ماذا؟ بمعنى ان السلطه او الحكومه راهي ما عندهاش المجال الواسع باش تقترض الى ما لا حد له، لانه هناك حتى بنوك تونسيه تمت اعاده تصنيفها تقييم سلبيا من وكاله التصنيف الدوليه. بمعنى ماذا؟ الحل السهل نتاع الاقتراض من البنوك راهو حل قصير الامد. هل تلجأ السلطة ضرورة إلى قانون مالية تكميلي من أجل تجديد الضرائب؟ إنش، لكن ما يكفيش. تعرف اللي نحن عندنا شح في المواد الصعبة، يعني حتى لو كان مشي الموارد الأساسية هذيك فقط باش نجم تسجيل أجور نتاعها راهو وكل شيء، واللي في العملة المحلية. لكن يقعد السؤال العملة الصعبة، منين باش تجيب العملة الصعبة باش تستورد المواد الغذائية؟ منين باش تجيب العملة الصعبة باش تستورد المحروقات والطاقة؟ كيفاش تجيب العملة الصعبة باش تسدد الديون نتاعها؟ يعني حتى بقانون مالية تكميلي باش تزيد توسع في الرقعة الجبائية ماهوش كافي.
واضح سعدي، نشوفوا تصريح